هذا اسمه موتومان ال-3 لشركة اسمها ياسكاوا. قديم ياسكاوا موجودة الآن، إذا بتدخلوا على الموقع تبعها موجود ياسكاوا، إلها تطبيقات هائلة في الروبوتكس. وزي ما فكرت لكم المرة الماضية في تطبيقات بالسبوت ويلدينج والباليتايزينج، الباليتايزينج والماشين تندينج، كل أشياء مختلفة. هذا الروبوت بيختلف شوي عن الروبوت اللي احنا شفناه قبل شوي. كان عندي أنا في عندي إشي اسمه أكتويتر سبيس، جوينت سبيس وكارتيجن سبيس. احنا ركزنا عليهم لحد الآن إيش هم؟ الجوينت سبيس والكارتيجن سبيس. وشغلنا كله بالفورورد كينيماتكس، عم بحول من الجوينت سبيس للكارتيجن سبيس، والانفرس كينيماتكس بحول لي من الكارتيجن سبيس للجوينت سبيس. لكن في فاريبل ثالث اللي هو الاكتويتر سبيس. في كل الحالات السابقه ما كان في فرق بين الاكتويتر سبيس والجوينت سبيس، كنت كل جوينت اجيب لها اكتويتر سواء كانت بريزماتيك ولا ريفوليوت. اذا ريفوليوت احط لها مثلا المحرك، احط لها ستيبر موتور او سيرفو موتور او اي موتور محرك او دي سي موتور مع فيدباك واشغلها. فالجوينت اذا كانت على زاويه 330 الاكتويتر على زاويه 330. بريزماتيك اذا حطيت بريزماتيك والبريزماتيك كانت على 22 ملم وانا حاطط هون لينير اكتويتر، هو كمان جايب 22 ملم، ما في اختلاف. هاي لاول مره هلا هون بنشوف انه صار في عندي اختلاف ما بين الجوينت سبيس والاكتويتر سبيس، لانه الطريقه اللي عملوا فيها بدهم يعملوه مور ستيف. اخذته في الماشينري، اللي منكم اخذ ماشينري؟ اخذته الفور بار لينكج والفايف بار لينكج. اوكي لو طلعنا على إشي زي هيك مثلا، هذا عندي هون جراوند كي، كنت ترمزوا له جراوند انه هذا ثابت، وعندي هون ربيع. وهلا بامكاني احط انا هون محرك. هلا هون كم ديجري اوف فريدم عندي؟ ظاهريا عندي 4 ديجريز اوف فريدم، فعليا ما عنديش غير 1 ديجري اوف فريدم، لان انتقلت من اوبن كينيماتيك تشين اللي احنا كله طلعنا عليه لكلوز لينكج بار لينكج. فعندي هون لما بحرك بتحركوا هذول كلهم معي، هذا بعطيني فيري هاي ليفل اوف ستيفنس، وبسمح لي اني الاكتويتر احطه هون، ما في حاجه احطه برا. او لو اخذت الفايف بار لينكج بصير عندي 2 ديجريز اوف فريدم. هاي الجراوند، وعندي بركب محرك الان هون ومحرك هون. ما في حاجه احط محرك هون او محرك هون، المحركات مركبه على الجراوند، على القطعه الاصليه اللي هون موجوده هون. هلا بتحريك الزاويه هاي والزاويه هاي شو بصير عندي؟ بحرك وبقدر احرك النقطه هاي. ممكن استعمل منها بلوتر، ممكن اعمل منها بلوتر، اعمل بلوتنج، اركب قلم هون او وبصير تحريك ثيتا 1 وثيتا 2 بتحدد الموقع تبعها، وهذا بتميز بهاي ليفل اوف ستيفنس. وهون عندي 2 ديجريز اوف فريدم، هون عندي 1 ديجري اوف فريدم. هذا بتميز، هذا بيختلف عن الاوبن كينيماتيك تشين، واحنا مش رح ندخل فيه بتفاصيله كثير هون. بس هون عندي 1 ديجري اوف فريدم، هون عندي 2 ديجريز اوف فريدم. ليش في 2 اكتويترز؟ لانه انا لو حركت هاي ما بتحدد وين هذا بيوصل. هذا واضح لو حددته، لو حركت هذا لازم يروح مكان واضح، مش هيك؟ ما في يعني لازم يروح، لانه هذا رح يتحرك، رح يسحب هذا معه، رح يسحب هذا معه. بس هون اذا انا حركت هاي هذول فري يتحركوا في اكثر من مكان، ليش محددين؟ لازم احرك هاي واحرك هاي حتى اضمن هذا المكان بالضبط، عارف وين هو. هندسه جيومتريكلي انا عندي هذا الطول ضلع ثابت طوله، وهذا الضلع طوله ثابت وثابت 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 من هون، مضبوط؟ لما باجي بحرك هذا من هون هذول هذا مكان رح يتحرك، رح تتغير الزاويه هاي. بس اذا ما حددت الزاويه هاي في اكثر من بوزيشن ممكن يضل فيه هذا الشكل، حتى يكون ديتيرمنت وانا محدد بالضبط شو شكله لازم احدد الزاويه هاي. فبحدد الزاويه هاي والزاويه 2 ديجريز اوف فريدم، ضيفي كمان لينكج بار بتصير 3 ديجريز اوف فريدم وهكذا. بس هذا 5 بار لينكج، هذا 4 بار لينكج. السبب ليش احنا بنبحث هذا؟ لانه هذا الروبوت من هون في له محرك بيشتغل عن طريق لينكج يحرك هاي الزاويه، اظن انه اللي هون هذا المحرك اللي هون، والمحرك اللي هون هو اللي بحرك هاي عن طريق لينكجز موجوده من هون. يعني المحرك ما ممسوك ومحطوط هون، وانا توقعي انه هذا بيسمح لي اني استخدم محرك اصغر بتورك اقل، لانه هون صار في عندي ادفانتج، ميكانيكال ادفانتج. انت متخيل لو بيكون عندك لينكج ضخم وبدك تركب انت محرك هون عليه، بده تورك هائل ووزنه رح يكون هائل لما بدك تركبه هون. خلينا نطلع على هذا بتفصيل اكثر. مثلا هي جهه من الجهتين،
هاي الجهة أظن هاي الجهة اللي هي كانت من الجهة اللي طلع عليها بشوي. هون في عندي لينير أكتشويتر، لينير أكتشويتر بضرب العتلة هاي اللي موجودة هون، هاي بدورها بتحرك هاد وهذا بيحرك هاي، فهذا الأكتشويتر اللي هون بتحكم بالزاوية اللي موجودة حوالين دي، فهذا كل الثيتا هاي اللي موجودة هون، ثيتا حوالين هاي الزد بتحكم فيها الأكتشويتر هذا هون. هون بطل الجوينتس، هاي الجوينت سبيس مزبوط، هاي ثيتا اللي هي أظن ثيتا 2 بتكون، هاي ثيتا 1 دوران وهي ثيتا 2 وهون بتصير ثيتا 3. ثيتا 2 اللي هي حوالين بي ما بحددها اكتشويتر موجود هون، بحددها هذا الاكتشويتر اللي هو لينير اكتشويتر، وهذا بتوقع بسمح لي اني اجيب اكتشويتر هون بفورس، ممكن تكون فورس اقل بس عن طريق الميكانيكال ادفانتج اللي هون بقدر يتحكم بالزاويه هاي، يمكن صعب اني احط اكتشويتر بالذراع الطويله هاي اللي موجوده هون يعطيني التورك المطلوب. روح على الجهه الثانيه، هم اثنين كانوا من جهتين، الجهة الثانية عندي واحد ثاني كمان بيشبه هذاك تماما بس هون بيشتغل على لينكج مختلفة، اللينكج هاي عن طريق هاي اللينك وهاي اللينك وهاي اللينك وهذا اللينك اللي هون بحركها وبيشتغل على مسافة كمان هون عن هاي، فحتى يغير ثيتا 3، فعندي ثيتا 3 بتشتغل عن طريق هذا الاكتويتر كمان نفس الشيء، بطل عندي الجوينت سبيس هاي ثيتا 3 والاكتويتر سبيس مختلفين، حتى لدرجة انه هذا بريزماتيك اكتويتر لينير اكتويتر translational وعم بيأثر على rotational joint. هاي شكله بشكل عام. هلا هذا ظن هو اللي بيتحكم بهاي الزاوية عن طريق الذراع الموجودة هون، وهذا بيتحكم بهاي الزاوية اللي موجودة هون عن طريق هاي الذراع الموجودة هون. في عندي ثيتا 1 هون، ثيتا 2 هون اللي بيتحكم فيها ها، وعندي ثيتا 3 هون اللي بتحكم فيها المحرك هذا اللي موجود هون. بعدين هون ايش بنركب؟ بنركب التول سفيريكال ريست، او حتى هو هون ايش موجود؟ موجود ثيتا 3، يعني هون مش موضح، هو زد 4 اظن هون في عندي روتيشنال وزاويه مش هيك؟ ففي ثيتا 4 وثيتا 5 كان هيك. لا دكتور هاي اي جس انه بريزماتيك لانه زد 5 جاي عمودي على هذا الفرق. ما هي لو روتيشن بتيجي عمودي كمان. اوكي. لو كانت ثيتا 5 هيك مش رح تيجي برضه نفس الشيء؟ هلا ما فيش عندي للاسف، انا حاولت احصل على صوره له ما في، لانه هو يعني كانه لا يعني لا يطبق، بس في عندي صور لاشياء شبيهه بتشبهها هلا بنطلع عليها بنشوف.